السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا، وتحية لكل متتبعي القناة ديال أراضي الخير. ديما في واحد الحجرة ديال الهكتارات اللي التربة ديالها فلاحية والموقع ديالها ممتاز، بالطريق بالضوب تيتر محافظة بالبير بجميع ما كتطلب بالنسبة اللي باغين يستثمروا ويديروا مشاريع فلاحية. تحية لكم ومرحبا بكم في هذا الموقع الجميل السياحي اللي فيه واحد الهواء ممتاز واستراتيجي الموقع ديالها. من القدرة اللي عندها تقريبا واحد كيلومتر جوج بيست بزيانة كتدخل صحاب الفيرمات كما غتشوفوا في التالي ديال الفيديو الشونتيو ديال الفيرم اللي دايرين بها. نخليكم واحد اللقطات باش تشوفوا شنو كيتزرع هنا ولشاش صالحة هاد الأرض هادي. 10 هكتارات صالحة للغرس وصالحة كذلك للفلاحة وصالحة لكل شيء. أما بالنسبة للناس اللي كيهضروا على 200 درهم، هذيك أجرة ديالي غادي نخدم فيها، غادي نتخلص، غادي نمشي نشوف الأرض وكل شيء، وهذه كتصفي لي، كتصفي الناس البزيانه مع الناس اللي ما عندها غرض، الناس اللي معقوله باغيه تشري والناس اللي ما عندها غرض في الشراء باينه ما غاديش تقدر تخلصها وما غاتبقى غير كتهضر لان بحال كتلهت بوحدها وصافي. اما الناس المعقولين راه الحمد لله تلاقينا معهم ودبلوا لنا داك ال 200 درهم على 5-6 المرات. اللهم لك الحمد، الناس الخير والناس البزيانين تحيه لهم، اللهم لك الحمد. كاين اللي ما شراش غير شاف وتهلا فينا مزيان وتفرقنا بخير وعلى خير وكلها مشى بحال هكا. وهذه قناه ديال الخدمه ماشي العراضه، كما كتشوفوا التربه هي هذه، هجره وحده ما كايناش، منقيه بالبير بالضو مجهزه بكل شيء. يعني من نهارك تبدا تستغل الارض ديالك ودير الغرس ديالك ودير داكشي اللي بغيتي. مرحبا، الله يرحمنا بالشتاء والله يجيب شي عام زين، وتحيه لكل المتتبعين الكرام. وكما كتشوفوا مشروع متكامل. دابا غادي تشوفوا عندها واحد الخرجة من هال هاد الغابة هادي اللي قدامكم، حتى اللي بغى يدير الغنم ويدير الكسب ويدير كل شيء راه عندها هاد الخرجة هادي من الراس لعند الغابة ديريكت. يعني حتى بالنسبة لتربية الأغنام والمواشي وكل شيء صالحة 100%. ها الغابة كتشوفوها، وكما شفتوا بير صندا هو هذا فيه 120 متر، وحتى اللي بغى يسييه البير ديالو ويسيي الماء ديالو مرحبا بالفرح، ما كنهربوا له حتى من شي حاجه. الارض هي هذه كتشوفوها، حجره وحده ما كايناش، صالحة للغرس ديال الزيتون ديال البرقوق ديال التفاح ديال الشهدية. بالنسبة للتيتر محافظة البورنية ديال المحافظة، والأرض هي هذه قبلتكم جات وسط عندها منظر واعر. بالنسبة لهذه الأرض هذه 10 هكتار سبقنا درناها في القناة ديالنا، بالنسبة للثمن ديالها 12 مليون، ولكن فيها إن شاء الله الرحمن الرحيم تبقى في واحد الثمن بزيان
تبقى ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي جا غادي نوقفوا معاه حتى ياخذها بواحد الثمن اللي هو جميل.